مشاهدينا التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي العراقي الاستاذ نظير النداوي. اهلا بكم استاذ نظير الى هذه الجوله الاخباريه. الحكومه تؤكد ان ديالى محرره وخارجه من تنظيم الدوله، اذا من الذي يقوم بهذه الاغتيالات؟ حياك الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني حقيقة لطالما تذكر الحكومة بأن هذه المنطقة قد تم تطهيرها من عصابة داعش، وتلك المنطقة تم تطهيرها من قبل قوات داعش، لكن عندما تأتي مناسبات معينة مثل التي نعيشها الآن، هي يعني موضوع الانتخابات والتحضير لها، تبرز مثل هذه الحوادث الأمنية يعني بشكل مختلق. يعني الآن نرى في محافظة ديالى يعني ازدياد العمليات الأمنية من في مختلف مناطق ديالى، والتهمة جاهزة بأنها عصابات داعش أو خلايا النائمة لداعش هي من تقوم بتنفيذ تلك الحوادث الأمنية. لكن يعني لتكرار هذه الحوادث وعلى مدار السنين الماضية منذ الاحتلال لحد الآن، بدأ المواطن يعرف تماما بأن هذه حجج وأعذار الغاية منها تحقيق مصالح سياسية تتعلق بالانتخابات القادمة. نعم، يعني أستاذ نظير، يعني في ضوء حديث سابق للعامري عن خصوصية الديالة، لماذا يتم التركيز على وضع الديالة بالتحديد؟ ديالى كما تعلم هي من المناطق التي فيها غالبية سنية، بالإضافة إلى وجود مكون العربي الشيعي وإضافة إلى المكون الكردي. لكن هذه العامري والذي هو ينتمي لإحدى مناطق هذه المحافظة يحاول جهد إمكانه بأن يجعل من هذه المحافظة هي ذات لون واحد، هو اللون المكون الشيعي، وبالتالي لا يجعل مثل هذه المناطق ان يعني يسود فيها الامن، وايضا يجد من هذه العمليات الامنيه حجه لمنع يعني العوائل العربيه السنيه من الرجوع الى مناطقها، بحجه ان هذه المناطق ما زالت غير امنه، وهي يعني حجه جاهزه الغايه من عندها جعل الثقل الانتخابي في هذه المحافظه يكون لصالح مكون معين بذاته اللي هو ينتمي الى يعني هذه العامري. نعم استاذ نظير، حديث رئيس مجلس ديالى علي الديني بان الاغتيالات تنشط قبيل الانتخابات او كل انتخابات، من المستهدف من هذه الاغتيالات؟ لماذا يتم قتل المدنيين وعمليات الاغتيال هذه تتم بهذا الدم البارد؟ يعني انت يعني كلام هذا الرجل هو كلام صحيح، ان الاغتيالات تنشط عندما تحدث هناك مناسبات سياسيه منها هي الانتخابات. ولو تلاحظ ان محاولات الاغتيال والاغتيالات والعمليات القتل هي تستهدف مكون واحد بذاته، هو المكون العربي السني، والغايه معروفه، هو عدم يعني او الحيلوله دون جعل هذا المكون له ثقل في هذه المحافظه، سواء كان ثقل ديموغرافي او ثقل انتخابي او سياسي. الامر يعني واضح جدا. لماذا؟ ما الغايه من استهداف الشخصيات السنيه؟ يعني بالذات مثلا لو ناقشنا موضوع اغتيال رئيس عشيره الندى هو وشقيقه، هذا الرجل تم استهدافه ايضا قبل حادثه الاغتيال، تم استهداف منزله في المنطقه القريبه من امام ويس. كان السبب من عندها لانه هذا الشيخ قد عزم على ان يحارب العصابات المتواجده في منطقته، يعني العصابات اللي تشمل داعش وغيرها من العصابات الارهابيه. تم يعني ضرب منزله لكن لم يتم اغتياله، وبالمره الثانيه بالمحاله الثانيه تم اغتياله. يعني الامور كانما اصبحت واضحه ان اي انسان يحاول جلب الأمن لهذه المنطقة سيكون مستهدف، وحالة الفوضى وحالة الإخلال بالأمن هي الحالة المطلوبة في هذه المرحلة. نعم الأستاذ نظير النداوي المحلل السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.